اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم همسات في حياتنا الحلقه النهارده مختلفه جدا يمكن ملهاش علاقه كتير قوي بالصحه النفسيه بس الحلقه دي تهم كل الستات وكل البنات الحلقه النهارده يعني تخص كل المهتمات بالجمال من الجنس اللطيف النهارده هيكون معايا الاستاذ عبد الله المامون موزع منتجات الجمال الهندي ورحب بحضرتك معايا ونورت البرنامج اهلا وسهلا أنا... إيه... إيه... نورتني طبعا في البرنامج اولا كده احب بقى ان انت تعرفني بنفسك تعرف نفسك للجمهور حاضر <applause> أو انا أش... اولا اشكر بهذا البرنامج بتاع همست في حياتنا واشكر لقناه الصحه والجمال واشكر خاص للدكتوره رشا আলম সালাম ও মিনাল বিদায়তুল কালাম আশ্কুরলি আলী কত আমি এ পর্যন্ত যে এসেছি এজন্য আমি আমার আব্বা আম্মার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের দোয়া বরকতে আমার এ পর্যন্ত আসা আমি তাদের প্রতি যথেষ্ট বিনম্র শ্রদ্ধা পোষণ করছি এবং তাদের প্রতি আমার ভালো আমার ভালোবাসা এবং তাদের দুনিয়া এবং আখাতের কল্যাণ কামনা করছি তারপরে আমি আমার পরিচয় পেশ করছি نفسي انزل باب الترجمه بقى عشان أوه. نعرف انت بتقول ايه أنا, انا كلمت من الاول عن شكر على والدين وقلت له المكان انا وصلت فيها أوه. كله دي دعاء لوالدي والدي هم موجودين حيين الحمد لله دائما اشكر لهم طمع. فتعرف نفسي انا اسمي عبد الله المامون محمد سكندر علي من بنغلاديش جاي في مصر 2001 وخلصت خريج من ازهار 2008 وقاعد في مصر اشتغل في منتجات الجمال الهندي اساسك و... من الهند؟ اه اساسا منتجات مستورد مستورده, مستوردة ال... كل منتجات اصليه تمام طب ادينا بقى كده فكره يعني فكره عامه الاول نبذه آه عامه كده عن منتجات الجمال الهندي اللي حضرتك بتتعامل معاها او بتوزعها في مصر اه منتجات الجمال الهندي بيعتبر منتجات زيوت وكريم للشعر وتبطيح البشر او مانع التساقط او استخدام عادي فمنها ثلاث اقسام في منتجات من بنغلاديش وفي منتجات من الهند اساسا وفي منتجات من باكستان في ثلاثة دول بيعتبر تصنيع كله تصنيع بتاعها ثلاث آه، آه. أماكن دول ثلاث أماكن دول لكن ده كله كويس ورائع جدا ناس بيستفيد فيها ويشكر فيها كتير قوي بس احنا في بداية أصلية. الحلقة قلنا ان الحاجات دي خاصة بالستات بس الواضح كده انها خاصة بالستات والرجالة كمان اه في رجالة كمان مثلا اللي زيت بنجلاديش بها زيت براشوت او زيت زوزر هند او زيت خردل او آه في حاجات كده كل معروفه عندنا حتى الطفل الصغير الكبير وصن... كل واحد بيستخدم الزيوت ده زي الطبيعي مثلا هي معروفه عندكم ومعروفه عندنا آه برضو آه آه. كان <applause> طب استشار... خلينا نبدا كده عندنا من اجداد ودلوقتي المصريين بيتعرف تمام الشعب العربي بيتعرف شويه شويه طب خليني ابدا كده احنا هنقسم الحاجات طبعا طب بتقول لي آه. في منتجات اصلا بتخص الشعر وفي منتجات بتخص البشره آه. وخلينا طبعًا. بقى ناخد جزء جزء انا عن نفسي يعني انا ك كسيدة او كبنت نعم. بحب اعرف حاجة دي بالتفصيل، كلمني بقى عن منتجات الشعر كده بالتفصيل. فيها منتجات كثيرة لكن انا اختار منه ثلاثه او اربعه اصناف. مم. في واحد منه خردل. زيت الخردل زيت طبيعي. وزيت الخردل ده يفيد بالشعر ويفيد الجسم ويفيد الاكل ويفيد المعده. في حاجات كتير احنا مش هنعرف نستشير كل حاجات بالوقت الضيق دي. ديك لمسه بس. بعد كده لو حد بيحتاج اي تفاصيل اكيد اي حد هيحتاج آه. اي تفاصيل هيدخل على صفحه الفيس آه. او الارقام اللي موجوده قدامنا آه. على الشاشه شاة. بس صح. احنا دلوقتي بس عايزين نوضح لهم تمام يعني اول حاجه سؤال. زيت الخردل يعني اه بيعمل ايه بسرعه كده او ايه سايبينه؟ زيت, زيت الخردل بي بيطول الشعر بيظبط الشعر بي 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 اللي بيثبت الشعر مع مع الراس يعني بيمنع التساقط يعني يعني انا لو في لو في مثلا يعني هو هو بيطول الشعر انت بتقولي بيطول الشعر أو. طب لو في حد عنده إيه إيه حتت معينه في شعره مثلا مش في حاجه في حاجه ثاني هل بينبت الشعر ثاني من جديد؟ اه في انبت الشعر ده شعر اسمه زيت اسمه رنجابوري او م. هير لايف بالانجليزي بيقول هير لايف بالبنجلا بيقول رنجابوري ده مطلوب كتير في مصر وفي الدول العربيه فعلا بيساعد على يعني الشعر بدون اي شعر اي طلب اي كميه جاي ناس بيحبها كثير عشان التاثير عليها جامد تمام بيشكر فيك كثير وبيمنع التساقط وفي بالفعل بينبت الشعر بالفعل ينبت الشعر عشان لو حد بياخذ حبه بيطلب ثاني ده بالنسبه للزيت البنغلاديشيه اللي بينهم ثلاثه اصناف انا قلت لك برشوت وخردل و زيت رغبوري او بيقول هير لايف وبالنسبه للجنب الهندينا اشهر حاجه في كشكين شامبو او زيت كشكين زيت كشكين بيطول شعر فيها نوعين في نوع شويه جامد في نوع شويه فاتح فا دول في فرق فر بين في فرق بينه في واحد بيصوت الشعر بيطول واحد بيمنع تساقط وبيظبط مع الشعر هو في على جنبها كشكل شامبو يعني ايه بيزود شيمبو. نسبه الملانين في الشعر بيزود الصبغه بتاعته اه هو بالنسبه للكشكل شامبو ناس بيحبوا المصريين كتير قوي يا كان فتره كان ايام الكورونا ما كانش موجود ايوه بيحبوا المصريين كتير قوي <applause> المصريين دول العربي كله بتاع الكشكل شامبو أوه. شامبو برضو آه ما شاء الله ده زيت ولا آه ايه؟ لا شامبو عادي شامبو شامبو عادي شامبو اه لانضف انضف من اللي موجودين في السوق اه انضف وناس بيشكر فيها كتير قوي أوه. وريحه جميله لونها حلوة وفيها في انواع فيها فيها 200% في 200, 200 في الازازه او عليها 30 في 100 ارض اه ولا جنبها في الهند في زيوت تاني اسمها مها برنجراز انت الموزع الوحيد بقى للحاجات دي في مصر الحمد لله يعني اللي عايز اي حاجه من الحاجات برضو دي بيتواصل آه. مع حضرتك شخصيا مع آه. الفيس او مع الارقام التليفونات شخصيا اه, آه, آه, آه الارقام موجوده في الشاشه هيتواصل معنا عن طريق واتساب او تليجرام او آه. مباشره ان شاء الله أي. اي طبعا اي حد عايز يتواصل بعد كده مع الاستاذ عبد الله هتلاقوا صفحه الفيس موجوده على الشاشه والارقام كمان انا اول واحده طبعا هتواصل مع حضرتك طب <applause> 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 احنا طبعا كل الستات بقى بيهمها آه. البشره تبقى صافيه ما فيش بصور في البشره ما فيش تجاعيد ما فيش خطوط رفيعه ما مسام واسعه مفيش فيش هالات تحت العين في حاجات فعلا عندك في آه. حاجه جل العين بدا خاضي ده آه. رائع جدا وممتاز جدا احنا كده جداً. بقى هنتكلم على منتجات البشره ومنتجات التفتيح <تفتيح> خدهم <تفتيح بقى صار. واحده واحده اه منتجات البشره بالنسبه للشعر برضو في حاجه ما كلمتش عليها آه. في حاجه زيت اسمه سنفرادي آه. او بيصمم مصرين او دول عربيا 8 سنتي ده برضو الميزة للهند زي ما رنغابوري هي ميزة للبنغلاديش ونفس الهاج... نفس الشكل دا دا 8 سنتي او 10 يوم ده ممتازة جدا في واحدة اسمه زي الثانية امرتنا برضو حلوة وعلى جنبها في زيوت تانية أملة دبر أملة ده معروفه في مصر ده بمصر. أصلي بس دي معروفه أصلي. في مصر بس أوه. اللي احنا بنلاقيه في مصر احيانا مش بيبقى المستورد. ده مستورد ده, ده انظف جوده عاليه وما شاء الله طبيعي فيها محطوطه ماده كله طبيعي اعشاب يعني مش حاجه اللي زي عادي فالناس بيستخدم وبيشكر فيها كتير قوي. تمام بالنسبه لتفتيح البشر فيها اللي زي... الكريم كادي في كريمات كثيرة قوي لكن أكتر وأنظف حاجة شركة خادي شركة خادي بيطلع زيوت الشعر زيت البصل أحمر ده برضو مطلوب ما شاء الله نشكر بيشكر فيها كتير كريم خادي فيها أنواع فيها أنواع انت بي كده بقى جاي على فين؟ طلعت بقى آه من الشعر دخلت على آه البشرة آه صح؟ على آه البشرة طيب عشان أنا آه كمان ما توهنيش معاك <applause> في حاجة <applause> للبشرة يعني بيفتح بشرة قوي جامدة طبيعي ده كريم يعني تفتيح ولا آه كريم أساس؟ في كريم اساس بيشيل ازال ازال تحت العيون تحت وكمان حاجه تانيه بيشيل ازال اثار السن وفي حاجه كريم موجود في بيستخدم على الجسم عشان ضرب الشمس ما يتاثر عليها اه اه زي الصن بلوك كده اه اه حاجات كده طبيعي تمام طب عايزه اعرف ايه اشهر المنتجات البنجلاديشي أشهر منتجات عندنا اللي شاب بيستخدم فيها كا يعني عادي ده زيت جوز الهند أو براشوت اسمها براشوت وفي حاجة تانية اسمه رنجابوري براشوت ده موجود في السوق أصلا يعني اه براشوت موجود لكن في مصنع عنده عشر رمضان لو دب جزر هند جزر هند آه اللي هو ده جوز الهند صح؟ جوز الهند لكن اللي صنع في مصر مش بيجمد حتى في طول الثلاجة مش بيجمد مش طبيعي اه لكن اللي جاي من من هند ده طبيعي وبيجمد في الثلاجه اه يعني انت تعرف الطبيعي من اللي مش طبيعي ان اللي هو الطبيعي يجمد لازم يجمد يجمد انما الثاني لو اتحط في الثلاجة ما يجمدش ما يجمدش اه اللي بيعمل كيماوي وحاجات كده مش بيجمد قوي مش مم. بيجمد أمم. لكن طبيعي طبيعي بيجمد على يعني طول. حتى درجة حرارة الغرفة العادية أو. بيجمد اه بيجمد اه دي هنا وتاني انا قلت لك في امامي في زيت سيفن ويل برضه حلوة وفي زيت رانغابوري ده أحسن وأنظف حاجة للسوق من بنجلاديش ومن الهند زي ما أنا قلت السمفردي 8 سنتي ده معروفة جدا وفي حاجة اسمه إندوليكا برضو مطلوب في دي أغلى شوية إندوليكا أغلى شوية برضو مطلوب في السوق لو حاجة كل اللي شعب العرب حاجة عايزين نظيفة مش بيهموا الفلوس أوه ايوه اكيد أوه طبعا مش بس دي بشره أوه يعني او ما حدش هيبوظها كده حد يعني بيستخدم ما شاء الله كل واحد بيشكر فيها مم. طب علشان نفيد المشاهدين اكتر بقى اكيد كلهم دلوقتي كل حد في دماغه سؤال بيقول لك ايه المنتجات اللي عندك طلب عليها كتير او اللي بتطلب منك كتير المنتجات المطلوبه هنا في مصر بالتحديد أوه. كتير اكتر حاجه مطلوبه في في المنتجات بالنسبه للزيوت اللي هي ان لايف بنجلاديش فيها 200 ملي و100 ملي من الهند اكثر حاجه مطلوب سمباردي 8 سنتي او مهافرينجراز او كشكينج زيت انا شايفه دول. انت مركز قوي على الزيوت أوه. وسايب البشره و... مع ان الستات بتهتم اكثر ببشرتها بشرتها كريم خدي كريم خدي وفي بنجلاديش عندنا في حاجه اسمه فير ان لافلي برده فير ان لافلي زي الموجود عندنا؟ أوه. لا مختلف شويه مم. بطلوب في سوق وبالنسبه في منتجات بتاع باكستانية سيد سيد غني كش كيش كومودي ما شاء الله كيش كومودي ده اللي ازازة فيها 180 ملي هكذا كده مطلوب في السوق جامد والناس بيشكر فيها يعني لو حد بيستخدم بيطلب تاني او زيت مغذيات بيت باكستاني سيد غني برضو ده ثلاثة دول دي ثلاثة أصناف ثلاثة أشعار اللي شعر سيد غني فيها كريم هات موجود معانا اتصال معانا استاذه استاذه وفاء من القاهره استاذه وفاء اهلا بحضرتك وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أه انا مع حضرتك وفاء من الفيوم اتفضلي اه انا المنتجات انا بحب اشكر فيها لأنها انا كنت في الاول بستخدمها شخصيا تمام. اه كنت في الاول بجربها كده مش مقتنعه بصراحه بالكلام بس اه ما شاء الله هي فعلا نتيجتها كويسه حضرتك جربتي المنتجات اصلا؟ طبعاً انا جربتها يعني ما شاء الله كويسه جدا فعلا ده مش مش بنشكر حضرتك جدا شكرا لمداخله حضرتك آه طبعا ده دي حاجه كويسه طبعا ان في حد اصلا يعني جرب المنتجات فعلا وبيقول منتجات كويسه وانا بقى عايزين نقول يعني نكمل المنتجات احنا كنا بنتكلم عن المنتجات الاكثر طلبا في مصر. نعم. اكثر طلبه في في مصر اللي بالنسبه للايام ده يكون شامبو كشكينج. شامبو اكثر حاجه شامبو آه. مطلوب كثير عشان الشامبو كشكينج ده مختلف عن كل شامبوهات موجوده في السوق. ده لنوع معين من الشعر ولا لاي نوع؟ اي نوع شعر بيظبط شعر ما بيفتح الشعر لو حاجه في بتا مش بيظبط الشاب ده بيظبط كويس طب حضرتك بقى كموزع للمنتجات الهندي في مصر انت شايف ايه مستقبل المنتجات الهندي في مصر اه وايه المنتجات اللي ممكن أنا يكون أنا عليها طلب آه في الفتره اللي جايه آه الفتره اللي جايه انا شايف اللي الشعب العرب بيحبوا المنتجات الهنديه كتير قوي بسبب ايه زيوت الشعر بتاع الهندي بيطول شعر بيظبط شعر بيمنع وبي... التساقط شعر طويل على طول ده ش... شعب العرب او المصريين شعرهم يعني شويه آ... عايزين بيظبط مش مظبوطين فشامبو كشكين الشعر اللي مش مظبوط احنا <applause> 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 مش عارفين مش <applause> شعر يعني رفايو ال... عندنا شعر زي ما بيطلع طويله أوه. هنا مش مش بيكون طويله زي, زي, زي ما زي ما بي بي هم عايزين. بيشوف أوه. هم هم بيشوفوا التلفزيونات او افلام هنديه أوه. شايفين اللي كله اللي ممثله عندهم شعر طويله. اه اه فعلا اغلب المسلسلات الهنديه بتكون ده بيتاثر عليها. مم. وكشكين شامبو برضو بيزو اللي تاثر عليها جامد جدا. وهذا الناس بيشكر اللي كشكين شامبو يعني ايام ده مطلوب كتير قوي وبالنسبه انا شايف مستقبل بالنسبه للزيوت تعامل مع بلدين دولة هندية وبنغلاديش هيكون علاقة قوية جدا وبالناحية التجارة تجار الزيوت أو تجار منتجات الجمال هم مبسوطين جدا بمعاملة أو باستخدام أو بتعامل للبيع الشراء بتاع المنتجات المنتجات الهنديه <applause> انت شايف المستقبل البنجلاديشي اكتر ولا الهندي اكتر ولا الاثنين اصلا في ترابط بينهم الاثنين دول الاثنين دول جنب بعض الاثنين مع بعض اكتر حاجه في الهند طب انا معايا اتصال دلوقتي ام احمد ام احمد اهلا بحضرتك اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صد. لو سمحت انا كنت عايز المنتج اسمه تيلي شوب اللي هو بره الزيت والشامبو اللي الشعر تري شوب من... تيلي شوب اه من منتجات ال اللي... الأستاذ عبد الله ولا غير التري و... شوب وعايزة أعرف حاجة لتفتيح البقع داتنا مكان حد الشباب واستمرار الجلد يعني تمام 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 أسعدني تليفون حضرتك آه، بشكر حضرتك هي دلوقتي بتقول لحضرتك التري شوب هل من ضمن المنتجات اللي حضرتك بتتعامل معاها كموزع اه تري شوب برضه منتجات من الهندية تري أوه. شوب برضه شركة نظيفة زي ما الشركة اللي آه بس شركة شوب ده عشان برضه انا انا بشوفه بره وبجيبه مثلا من صيدلية وكده هل هو اللي في الصيدلية هو اللي عند حضرتك ولا بيبقى فيه اختلاف؟ في 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 تري شوب جاي من السودان اه وفي تري شوب جاي من ليبيا اميز ازاي ده من ده؟ ده ده مش آه يعني مش اثق فيه لكن الشركة اصلية من الهند ده تريشوب ذا اصلي وده يعني في مصر بيجيب خاص فيها فيها اصفر وفيها كذا الوان انا ما شفتش غير الاخضر على فكره اخضر موجودة في السوق اللي في السوق اخضر اه في لكن اساسا في انا مش عارف من ده, ده يعني انا شايف اه ده شايف نتيجه حلوه ناس بيشكر فيها ده كويس لكن يعني انا بتعامل الوان انا جبته من شركة ده كان اصفر وفي لون تاني اللي اخضر موجوده في السوق انا ما جبتوش طب هي اتصالها دلوقتي بتقول لك هي ده عندها ده كويس ده كويس بس عليها كتير قوي تمام يعني مش مضروب امم طب هي بتقول لك هي عندها بقع اللي هي مكان حبوب الشباب بتقول لك ازاي بقى نشيل البقع السمره دي او البقع الداكنه دي ده جيل جل جل بتاع الخاضي شركه الخاضي عندهم كريمات محترم جدا وهي الشيء اللي الاثار على الجلد اهو كده بقى باستفاضه بقى عن الكريمات بقى اللي موجوده كلها فيها كريم كريم خاضي وفيها كريم شركه رنغابوري عملوا كريم برضو حلوه لكن كريم خاضي انضف وكريم خادي بتاع كريم شركه تانية برضو كشكينج في في استعمله لايه يعني انا انا عاده لما بجيب كريم بيبقى في كريم نهاري وفي كريم ليلي ماشي اه تقص... في تقسيمات في تقص... تقص... اه في تقسيمات في كريمات عن أوه. شركات لكن انا بتكلم في حاجه فيها كولاجين مثلا أوه. في حاجه فيها فيتامين اي هل دي الحاجات دي موجوده فعلا؟ في حاجه, حاجة؟ في... بالنسبه بيه... بيه... للكولاجين ستيف كولاجين ده موجوده في السوق اه موجود ده امريكا بالنسبة للكريم ده موجود كريم ده موجود بكريماته وبماسكاته عندنا برضو متاحه عندنا غير غير المنتجات الهنديه برضو عندنا الكولاجين كولاجين في دكتور ميركل كريم المنتجات الكوري uh, برضه عندنا منتحة فوري أنا mm -hmm. بتعامل مش منتجات مصري بس أي منتجات الهندي بس mm -hmm. أنا عندنا منتجات كوري منتجات أمريكي ويعني منتجات مستورد مستوردين معنا علاقة جامد فأي واحد بيصدر إحنا لما بعد إن شاء الله نوزع فأي منتجات أي زبون عاوزها هنعرف نجيبها بالتفاصيل عندنا صفحة في فيسبوك المنتجات الجمال الهندي هتلاقي كل ما تفاصيل وكل شرح هنا ان شاء الله طب يعني حضرتك شايف كده مستقبل المنتجات الهندي دي في مصر ونظامها ايه او انت شايف ان مستقبلها بعدين هيبقى ايه او هل هي في اقبال عليها ولا لا دلوقتي اللي كله جاي عن التزام الشخصي لكن قريب هيجي عن طريق التجار التجار بيعمل جهود عليها بيصرف فلوس كتير عشان بيجيب حاويه من هناك بيوزع في مصر وسوق منتشر جامد جدا اللي حاجة موجودة في مضروبه في السوق تترك الناس الناس بياخد أصلي أنا عن نفسي ف... شايفة أوه. إن المستقبل بتاعي جاي لأن أنا عن نفسي لما بروح أشتري حاجة أوه. ما كنتش ضامنه المصدر بتاعها ما هحطهاش على وشي الناس مش بيشوفوا على, على وجهة النظر الفلوس مش مهم أوه. أهم حاجة عايزين حاجة أصلي <applause> فانا بتعامل مع كل دكاتير او اساتذه الكليه مدارس او حاجات كده كل متعلمين كل واحد اشكر فيها اقول له بعد الاستخدام يقول له ده اصلي فيها فيها تاثير اساسا في تاثير تمام <applause> <applause> يعني جاي نتيجه فمستقبل اللي في الموجوده في مصر اللي مصر انا استخدمت منها حاجات آه يعني فعلا استخدمت الحاجات آه اللي هي فيها كولاجين دي انا استخدمت آه منها حاجات انا شخصيا طبعا ما كنتش عارف ان حضرتك بتتعامل فيها بس فعلا هي فعلا جميله تمام بالنسبه للجيل الجيل القاضي انا كلمت عليها آه. كريم انت كنت حضرتك كلمت عليها أو اه الخاص بالهالات السوداء حتى حتى علامه في تحت العيون آه. يزال على طول اه او على الجلد يزيل آه. على على العلامه السن السن لو التجاعيد خطوط اه رفيعه آه. آه يزيل مم. طبيعي يعني بيشيل اسبوع بعد كده تظهر تاني لا يعني تعمل كورس كامله ان شاء الله هيكون طيب. حاجه كويسه ان شاء الله تمام طيب ان شاء الله يا رب احنا اتشرفنا بحضرتك طبعا النهارده وكنا سعداء بوجود حضرتك معانا ونورت البرنامج وان شاء الله طيب. نستفيد طبعا من خبره حضرتك في مجال منتجات التجميل تمام طيب. طيب. أعزائي المشاهدين طبعا يا رب تكون الحلقة نالت إعجاب حضراتكم وطبعا الأرقام بتاعت الأستاذ عبدالله وصفحة الفيس الخاصة بيها تبقى موجودة على الشاشة للتواصل معاه لو أي حد عنده استفسار على أي حاجة أو لو حد عنده أي سؤال وقت الحلقة ما أسعفناش واتمنى تكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستنوني ان شاء الله الحد اللي جاي الساعه 3:30 على قناه الصحه والجمال في برنامج همسات في حياتنا مع دكتوره رشا الشيخ